حابة أبدع في هذا المجال أكتر، وإن شاء الله ألاقي فرصة إنه أطلع برا، لأنه في غزة ما فيش هذا المجال كتير، يعني مش هتلاقي لك فرصة عمل. وإن شاء الله أشارك في معارض برا وأدعم القضية الفلسطينية. أول ما بلشت كنت أتفرج على الفيديوهات وأشخاص أجانب لأنه عندهم فكرة كبيرة، فعدين صرت أجرب على أخواني على أولاد حارتي، فلقيت في إقبالية لهذا الإشي، بعدين صرت أطور من حالي وأجيب أفكار من عندي. يعني لما أعمل القطع قطع الشريان بستخدم العجينة والألوان الصناعية، بيختلف عن لما أجي أعمل الحرق. الحرق بده مواد تانية زي القطن الفاين. بالي بلاس، قناة فلسطين الرقمية.